notificaster will come and inundate it. If the tenant in a guideline will eventually call ATV, the notificaster will be 7.30 kHz. The anti-chemical mode will have to lie to you free energy. Live there 7.3 kHz. حيبقى لو والله ما يقدر يقول لو يقدر يقول وبالمصاحة يستريك بوت عندي ثلاث أنواع من لو يقدر يقول نوع اسمه إنستاكو والنوع الثاني بسميه لايكو سيميكول والنوع الثالث بسميه بيب سايكو الإنستر عندي كده نوعين في نوع اسمه كربوكسيل إنستر اللي ازاي كان هيقول معانا موجودة في مركب اسمه وموضوع او فوز اسمها بين كيسر موجودة في مراكب اسمه ونقول ستة ونقول اما الجلايكوزينيك جول موجودة في ان كربوكسيل دايتاكرايت كونتاكرايت كونتاكرايت والبيرد سايد جول موجودة فين وبين ان بيكون الامرات في بعض طيب البوت الثانية سميناها مع بعض هاي انرجي جول ولو عرفت اقول الكيميكال جول وين هايبرلايت بروديوس بري انرجي ايكوال فور مور ذان 7.3 كيلو كالوري بير مول وقدمناها في جماعه ثلاث انواع في نوع سميناها هاي انرجي سوفيت وفي نوع سميناها هاي انرجي سلفر والثالثه ما تنساهوش ابدا اسمها ايه؟ بالتاكيدو الفايتون هاي انرجي سوفيت مين يقول معايا؟ في واحد اسمها اينون سوفيت زي مراقب اسمه 2.4 او 2 كمان في كربوكسيل كوتين زي ما راجل اسمه 1-3-DDG او كربوكسيل كوتين وفي كمان عندي بوست اسمها جوانين كوتين مركب اسمه كرياتين كوتين وبوست اسمها بانو كوتين مركب الشديد اللي اسمه ايه؟ ATP وكمان عندي دكاتره هاي انرجي سالفر دوز اشهره على الاطلاق واحده اسمها سايو اكسل موجوده في الاو اي يعني مركب ذاهب كوي زي الايطالي كوي او الايطالي كوي او الساكسوناري كوي وهكذا وكمان في مركب اسمه سهام انت ابيضان ميثالين او اسمه اكتف ميثالين ده برضه في هاي انرجي ستارت برضه وكمان مركب اسمه فات 3 فاين فوسفو اليونت 5 فاين فوسفو طالبين ده برضه هاي انرجي ستارت برضه واخيرا البيتا كيتو ايطالي كوي وده بينتج من البيتا اوكسيديشن اوف الفاتير حلو كمان اتكلمنا على حاجه اسمها ميتابوليك باثوي قلنا ايه الميتابوليك باثوي عباره عن مجموعه من الرياكشن لينك توجذر عشان يديني برودكت انا عايزه وقلت السبجكت اللي ببدا فيها التطور بسميها سبجكت او رياكت واللي بينتهي بيها الدمار ده برودكت والمركبات الوثيقه في التطور ما ينتج ميجيك والسبجكت والبروجرام والانترميديت بتعملوا ايه؟ ميتابوليك واتفقنا مع بعض ان اي حاجه باكلها تنتج تحت بند من كده. يبقى ده ميتابوليك او سائل او بروتين بشرب ووتر او مينرال او ماركت. هل الست دول كلهم فوق تاجروا؟ لا ده في فيهم فوق اكسبلايزر والكولتا اللي هم ميتابوليك والسائل والبروتين ودول دي كان دي اوبتايد وكان بروديوس انرجي. اما الووتر والمينرال والفيتامين اسمه ايه؟ لاند اوف الدراجر والطاق وكانت بروديوس انرجي. طب كلمه ميتابوليزم تفكير غذائي او اي معناها ايه؟ الاف المليون او تبقى ايه؟ الاف المليون كتابوليزم الاف اوف ماكرو مولكيول والانابول دي التفكير بالكونسيوم ولا بالبروديوس انرجي؟ يعني دي ار ان دي بول. طب الكتابوليزم بريك داون اوف ماكرو بروتيوز انت تقول الله والجا بتاع كل اللي يحصل دي يا جماعه بالبروتيوز ادوكي يعني دي ار اي اي دور او اي دور دور ما حلو قوي وقلت يا دكتور انا عايز اعرف كلمه انرجي هو كلمه انرجي الريليشن بتاعها ده كذا ده في دوين وقلت ان اليونت بتاعها بتبقى الكالوري او الدور في الموضوع ده بتستخدم ايه؟ الكالوري والكيلو كالوري مستويه ايه؟ اقل في كالوري وده في نوعين من الانرجي في نوع من الانرجي وظيفته انه يمنتين البادي تيمشر بتاعتها حتى في اوقات البرد الشديده والنوع ده من انت بلاك نتيجه انرجي النوع الثاني بقى اللي بعمل فيه الدكتور دارك وفور وانت بلاقي وفور انرجي سواء كان ميكانيكال رود الكتريكال رود كيميكال رود او حاجه اسمها اكتم ترانسبورت للصوديوم ترانسبورت ودخلنا في الجد بقى وقلنا انا عايز اتحدث عن البوتاسيوم يبقى اتحدث عن الاويس ولا كلاويس؟ كلاويس
وقلت الكلام ده بيحصل في 1 ستيج ولا في 3 ستيج؟ في 3 ستيج. الفيرست ستيج بجيب الاوبت دايلر ريزلتر اللي هو كربون ليكواد فيكواد بروتين بيروحوا ميكس كاستالين للتيمو بين يورين يعني كربون ترى مونستر الفيت اللي هو الليبل اللي هو التاج للكاتر ويدي بينزل وبعدين والبروتين الكاتر ويدي عمل يرفع الانرجي يرفع لا نو انرجي بروديوس قلنا ايه الستيب دي ايكوال لحاجه اسمها دايجيشن ده تعمل بتعمل ايه السكند ستيج بحول الستيب ليورين اللي طلع من الفيرست ستيج لمركب وحيد فريق تعليم كده اسمه ايه زي طيب مركب الباقين بتاع على الاطلاق طلع عنه لي طعم انرجي بروديوس كفايه لا مش كفايه طيب الحل ايه بقى الحل الفيرست ستيج ملخص الفيرستيج كان الاسبايل كوري اكل كده ثلاث حاجات لغة يوتو ووتر ايدي عطري حتي دول اسمع سريبت تايد وتاني اسمع ايدي سي ودي كانت عناوين الاسباب اليكم الاخبار بالتفصيل الاخبار بالتفصيل الاسبايل كوري بيدخل تايد اسمع سريبت يطلع سي وتو حاجة اسمع ريديوز كل ده لغة اسمه ايه؟ لكن لغة ايش وفات ايش تو يروحوا جايين يدخل حاجة ايه دي سي طلعوا بقى ووتر وليدي ومور اوف ذا انرجي ريكوايرد انسايد ذا بادي بتطلع من الزيرو ستيج اوف كدبل ودي اللي هيتكلم عنها بالتفصيل المهم اللي بعد الشهر طيب جميل جدا جدا طيب لو عايز بقى دكاتره نتكلم عن ال اي دي بي ونتكلم عن الكاربوهيدرات وقبلهم هذا السؤال مين اهم هايبر جون؟ بروتين صلصه ولا مين اللي ليه هي اهم هايبر جون؟ قال لك عشان الانرجي بيطلع كل شيء بتتجمع في الدوري الجديد وده في هاي انرجي فور اسمها هاي بروتين والانرجي الستور في الدوري بيجي بروتين وده في هاي انرجي فور بتاعها بيجي بروتين وبالتالي اهم هايبر جون ده هاي بروتين طب ليه دي؟ الكود ايه؟ المهم صار بروتين كام بروتين؟ ثلاثة كام هاي بروتين؟ اثنين لما يكسر بكسر الركمه الدوري صح؟ ولا تقدر تكسر ده بروتين ويتم اي دي بي بلس بي اي وقع في الدنيا هتتطلع على ده الركن بتاعي طب لو حطيت ده اضرنا اي دي بي قال لك ده بقى مش بلعب اجيب البي ار اللي هي البروتين واحطها على اي دي بي واروح اعمل ايه؟ اي دي بي وبالتالي الاي دي بي بتفور بتفور اي دي بي مجموعه فايه؟ فوسفوريليشن وبالتالي سميت كلمة اي دي بي سنسيتيف فوسفوريليشن واتفقنا ان من الاخر قطعنا كلمة فوسفوريليشن تعني اي دي بي سنسيتيف كلمة فوسفوريليشن تعني فورميشن اوف اي دي بي لان الاي دي بي از فورم فوسفوريليشن اوف اي دي بي طيب حلو قوي هل الاي دي بي موجود في الفيتا دي بهاي اماونت ولا سمول اماونت؟ عشان كده ما ينفعش الدوت فور ده بس ثلاث بروتين. طب مين التاني اسمه كرياتين بروتين؟ بقول لك كرياتين تتفور في الليفر وبيروح الدم يبقى اوكسجين باي المصر ولا تورينج يعني ولا بار انرجي ليفل الاي دي بي رياكت مع الكرياتين ويديني اي دي بي هو كرياتين بروتين. مش شرط قوي على فكره ازاي؟ قلت تاجين او تبيعنا جيم بروتين ولا بروتين؟ ازاي بقى؟ قال لك وقت التصاعد ولا لو انرجي يجي الكرياتين بروتين يتلاقي مع الاي دي بي ويديني اي دي بي وكرياتين وطلعت الاي دي بي اهو اعمل بيه التصاعد بتاعي والورد بتاعي. بوز رياكشن ارتلايز باي اي دي بي كرياتين كايلين وقال لي تاكيد احط على ده ايه؟ يبقى عرفنا ازاي بعمل كوليكشن اوف كوليكشن اللي انا كنت عايز اعمل ميكانيزم ايه الميكانيزم اوف كوليكشن اوف كيرجي ميكانيزم population of energy يعني ازاي تعمل ايه؟ وتعمل اي دي بي يعني ازاي تعمل population on the big side تاني population في تو ليفل على هذه الليفل انا بعمل اي دي بي انا بعمل population اول واهم ليفل وافضل ليفل بيطلع اي دي بي كده حاجه اسمها اي دي بي الكترو ترانسبورت تشين او الفرنشين تشين وده ان شاء الله هضربها لكن في ليفل تاني اقل بالاهميه الكويس بروفر ثابت ليفل كونسوليشن يعني ايه ثابت في ليفل كونسوليشن؟ قال لك يعني اعرف الاي دي بي على مستوى الثابت ومن غير ما احتاج اي دي بي برضه مش هيك قلت لك والله مش اي حاجه ده تبني ثابت ليفل
الجرح ما انتوليش. اول ريحش انا بقى مركبه هل مرده؟ لو ايرلتون. اراد مدخله في ريأكشن على الغرض منه تكوين هاي ايرلتون. ودي ما اقولنيش هو هاي ايرلتون. الخطوة الثانية انا عندي مرض مركبه هاي ايرلتون. اراد الهاي انرجي اللي بي كده. اي تي بي سوبر. وانا طمعته هو اي تي بي من الستارتر ومن غير محتاج اي تي بي ريبورتارتر ليفل فوسفور ريليشن. حلوة. في كام اكزامبل على الستارتر ليفل فوسفور ريليشن؟ اللي كان عندي 3 اكزامبل. اثنين في مصنوعي كبيرة بتاع جلايكوليزيس. وواحدة في سايكل بتاع ريفت او ديفت. مين حاجز معايا؟ في جلايكوليزيس. انا ببدأ المركب اللي حاجز معايا يقول ان الكلام ده يحصل من تحت. هناك بنزين اس مترالاي 3 فوسفيت دايلونين دخل على الدهن مليار ودخل نال وطلع نتيجه ضريبه والتاني مركب هاي انرجي اسمه 1 3 فيت فوسفوليفيت. رحت لاقي بقى الايرن دخلت اي دي بي على الدهن وطلعت اي دي بي والانزين اسمه فوسفوليفيت كاينين بحط على الدهن مجنون كام يديني 3 وكده طلعت الدين الطرزي ومن غير ما احتاج اسمي. والطلاب قاعده مهمه قوي كتبتها ورايا اجي مركب يتعامل مع الاي تي بي بالاستهلاك او بالتصنيع سيسمى هذا الانزيم ايه؟ الكاينيز. لاي انزيم يتعامل مع الاي تي بي بالاستهلاك او بالتصنيع المهم وهي كمان بقطع تعمل يا جماعه بنزين. طب انا قلت لك انا لهيت اول اكزامبل بثلاثة فولت كومبيوتر اروح باقي الثاني اكزامبل باثنين فولت كومبيوتر بانزيم اسمه بيشيل ميه ومحتاج مغنيسيوم انهبيتد باي الفرايد يديني مركب اسمه بي بي يعني اثنين بي هاي 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 الاثنين فوسفورين وباروبيت اروح مدخله اي دي بي ومطلع اي دي بي بنزين اسمه باروبيت كاينين يديني حاجه اسمها اينول باروبيت وعلى طلع مغنيسيوم دول الاثنين اللي في الجرافيت الجرافيت بتاعتي بقى بعد مركب اسمه الفا اي دي الفا في دبليو رب دخلوا برياكل اسمه اوكسيتينيجر دي كربوكسيليشن رياكشن وغلطة قاعدة قلت لك اي اوكسيليشن دي كربوكسيليشن رياكشن محتاج كام كول غير؟ خمسة ميكانيزم معايا ماس فات كواش دي بي بي لابوكاس مركب اسمه مين؟ ماس فات كواش دي بي بي لابوكاس تاتيوكا بيطلع سبب ايه؟ نادي وبيطلع نتيجه الاوبريشن وبيدخل كواش وبيطلع CO2 واحط على التريبوفان والدي بي بي والبوكاتن والانزيم اسمه الفا كيتو جلوتاليك دايبرنين ويطلع برودكت اسمه سابستينايتوس. هاي وين هو؟ فوسفيت ولا سلفر؟ سلفر نوع سايلين. طب ممكن بقى اكون اي دي بي بقى ازاي؟ انا بدخل اي دي بي واي اي ويطلع اي دي بي والانزيم اسمه سارتينين سايروكاينين وكونت بلاد السارتينين في 3 اكزامبل انا كونت اي تي بي من السارتينين وادوه الحاجه الى الاي تي بي ده اسمه سابستريت ليفل بروليفريشن ودي اول ليفل في مرحله تكوين الاي تي بي. هناك بقى ليفل اخر وهو اهم ليفل وواحد من اهم المواضيع اللي محتاجه فهم في الباكج. انت جاي تفهم اقعد مش جاي تفهم من الاغراض مش مهم بقى الموضوع ده يا جماعه في منتهى الاهميه وفهم فروم اي تو دي. الموضوع ده يسمى الكترون ترانسبورت اكشينج اي تي سي صح او بسميه ريف بايراتوري اكشينج صح او بسميه اوكسيديتيف فوسفوريليشن اد ذا ريف بايراتوري ليفل صح او غير الخضار بسميه اوكسيديتيف فوسفوريليشن. الموضوع ده غايه في الاهميه ولو فهمته كويس هتمشي معايا في الباكيتس المنتهى الدورة. ضاع منك يبقى اقول على الباكيتس دي يلا على الله السلام. قلت بقى عشان اتكلم كويس قوي عن الموضوع ده انا لازم اكون مهندس كويس قوي. ولازم ابدا كده بالتايتل اللي عايز اعرفه. اول تايتل المفروض اعرفه عن الكيمياء هو الديفينيشن. يعني ايه الديفينيشن؟ كمان لازم اعرف التايتل. يعني الاي تي بي دي موجوده فين؟
كمان لازم اعرف الكومبوننت، يعني ايه هي مكونات الجي بي. بعد كده عشان افهم ازاي بعمل الجي بي لازم افهم كام تايب، لازم افهم تايتل اسمه ريدوكس رياكشن، ولازم افهم حاجه اسمها كيمي اوزموتيك ثيوري. ده الثيوري اللي فيها طاقه الجي بي. كمان يا دكاتره لازم اعرف حاجه اسمها كيلو ريشيو، ولازم اعرف ازاي بعمل ريجوليشن او كنترول للجديد، ومعاها هعرف حاجه اسمها انهبيتورز وبيجديد، وهختم بحاجه اسمها ان كابلر ودي بتيجي في الامتحان، ثم ديسوردرز اوف اي دي بي. ولو خلصت السايكل دي يبقى انا خلصت دي. نبدا يلا مع بعض واحده واحده، وبليز افتح معايا كده وافتح مخك، الموضوع شيق جدا 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 وانترستنج جدا لو كده. لو عايز هتفرن الاكتيفيتي، كلمه الاكتيفيتي يعني انا والله اللي ار والثالث يعني سلسله يعني كده حاجه. اور هايبريد، بص بقى كده، اور اور الكترون جاي، يبقى دي ار ثيوريم اوف هايبريد اور 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 الكترون جاي. الغرض من هي الفور اوبتريشن اوف ذا ريوز جو ان لايف، اللي هم مين؟ ناس اتش ضد اتش، واقول لكم ايه؟ فاز 82. ليه؟ قال لك تو بروديوس ووتر اند اي تي بي. احفظ معايا الديفينيشن، يعني ايه اي تي بي؟ ار ايه؟ ثري اوف هيدروجين اور الكترون كارير فور اوبتريشن اوف ذا ريديوز بوينتايز اللي فوق بس اتش ضد اتش واي بس اتش 2 2 بروديوس ووتر اند اي تي بي. ما انا عارف الكلام ده، بس انت لما قلت لي الثيرد ستيج وكتبه قلت لي التايب ايه؟ بيدخل الكريم ويطلع مين؟ ويطلع بيوتون بيوت بروتوكار اللي هو ما لقيتش نظيف وما بيشوف مصيرهم ايه؟ قلت لي بيروحوا الاي تي سي عشان يطلعوا ووتر واي تي سي. فده عارف الاي تي سي انها سلسله من ناقلات للهيدروجين او الالكترون. تمام؟ وهيدروجين اور الكترون كارير. ليه؟ غرضها ايه؟ فور اوبتيشن وذا ريدوز بروفايل اللي اسمه ايه؟ لاكتيتش لاكتيتش وفاتيتش كول. سيادتك ليه؟ تو بروديوس ووتر واي تي بي. تاني نقطة، تاني نقطة. تاني سلايد بقى، وبص بقى، السلايد زي ما اتفقنا الفترة اللي فاتت عبارة عن ميتابوليك باث واي، مسارات غذائية متعددة. كل مسار غذائي لازم اعرف السلايد بتاعه، يعني بيحصل ايه؟ قال لك وعشان اتكلم عن التايب بتاعه واخد في المارك ان في سؤال بيجي في امتحان يقول لك نيشن ذا تايب اوف ذا فولوينج ميتابوليك باثوي. عشان اخد في المارك لازم اقول في تايب حاجتين، لازم اقول السب سيلولار تايب ولازم اقول السيلولار تايب. لا مش فاهم يعني كده. انا لازم اقول السب سيلولار تايب، يعني الباثوي دي بتحصل في اي حته في الخليه، في اي اورجانيزم في الخليه، يعني بتحصل في سيتوبلازم ولا ميتوكوندريا ولا اندوزازم كريتيكولم ولا في النيوكليير ولا في البيروكسيدوم، بتحصل فين بالظبط جوه الخليه؟ ده اسمه ضغط سيلر تايب. وكمان لازم اعرف ايه سيلر تايب، يعني بتحصل في اي نوع من الخلايا، يعني خلايا الليفر ولا الخلايا الانتستن ولا الخلايا الكدني ولا الخلايا المصل ولا كل خلايا جسمي فين بالظبط؟ يبقى لازم عشان اعرف التايب بتاع اي ميتابوليك باثوي اللي بتطلع معايا اقول حاجتين. السب سيلر تايب بتحصل في اي اورجانيزم، وايه السيلر تايب اللي بتحصل في نوع الخلايا. عايز ادبر الكلام ده على كل الميتابوليك باثوي اللي عليا، واوله النهارده الاي تي سي اهو. بتحصل فين الاي تي سي؟ قال لك والله ده بتحصل في الانر ميتوكونديال ميمبرين. ده صح ده سيلر ولا سيلر؟ يبقى هو في الانر ميتوكونديال ميمبرين اوف كل سيلز انسايد ذا بتاع كل خلايا. يبقى ده سيلر.
You are terrified of anything? Error. My soldier, complain of all sins inside of us. Seven is five. تغيير للكمبول. ما هي مكونات الاتدي؟ قال والله الاتدي مكونات ايه؟ ركز معايا. خمسة واثنين. خمسة فيكسد. واثنين موبايل. خمسة فيكسد كومبليكسد. واثنين موبايل كارير. كل كلمة يا جماعة خمسة فيكسد كومبليكسد اديته يا جماعة رومان نمبر. واحد اسمه ون والثاني تو والثالث ثري والرابع فور والخامس اهو كومبليكس فايف. بس اوعى تنسى ان كومبليكس تو ده قصير وقطع. هو انا هتجوزه؟ ما قصير اللي نفسه طويل نفسه. قال لك لا ما تنساش الكلام ده مهم جدا وليه اهميه في الاي دي دي. ما تنساش كومبليكس نمبر تو ده قصير وقطع. هذا بعد شويه هتفرق. كمان عندي اثنين موبايل كارير. واحد بسميه كو انزايم كيو. ليه ابن دلع طيب في الاهميه في الانستيتوت؟ ابن دلع يوبي كوينون. البروتون يوبي كوينون. والثاني بسميه سايتوكونسكي. عايز افهم اكتر من كده. بص معايا. كل كلمه ليها معنى. انا بقول انا عندي فايت افكتيف كومبليكس. فايت خمسه. فيكتد يعني ايه؟ قال كلمة فيكتد يعني تخدين ومسمارين وما بيتحركوش من الكلر ميتوكوندريال برين. فيكتد. وكومبلكس يعني ايه؟ قال لك يعني مش حاجة ولا اثنين ولا ثلاثة. ده كل كومبلكس عبارة عن كذا حاجة متجمعين مع بعض ومديين لي كومبلكس. يبقى فايت فيكتد كومبلكس. واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكومبليكس تو تقدر تقولها انه قصير قطع. طيب اثنين موبايل يعني ايه موبايل؟ قال لك يعني هم موجودين في الانر ميتوكوند الممبرين ولكنهم موبايل بيتحركوا داخل الانر ميتوكوند الممبرين. فاثنين موبايل كارير. واحد اسمه كو انزايم 2 او يوبي كوينون او كده. والتاني يسمى سايتوكروسي. بقول لك ما تيجي كده نرسم الميتوكوندريا ونحط عليها الكومبليكسز بتاعتنا عشان نفهم اكتر واكتر. يلا بقى. السنة الأولى لما خدت حاجة في الهيستولوجي تسمى سايتولوجي كنت بترس بجدك الميتوكوندريا بالشكل ده. وكانت هناك عاملة زي عرق الديك. أيوه. مكونها بالشكل ده. يقول لك والله الممبرين اللي بره كنا بنسميه ايه؟ أوتر ميتوكوندريا. واللي جوه ده اسمه ايه؟ انر ميتوكوندريال برين. وما بينهما بسميه انر ممبرين سبيس. واللي هو خالص ده بسميه ميتوكوندريال ميتريك. مكونات الميتوكوندريال اوتر سبيس انر ممبرين. اللي ما بين التو ممبرين بسميه انر ممبرين سبيس. واللي هو خالص ده بسميه ميتوكوندريال ميتريك. انا بعمل ايه كده؟ قال لك والله انا بقسم الميتوكوند لنصين. واروح السكشن، السكشن ده بقى بكبره. بمعنى ايه؟ هيبقى عندي ممبرين اهو بره خالص بره اهو. اكتر واحد بره اهو. ده بمين ده؟ ده الاوتر ميتوكوند. هيعملني اللي بعده اللي هو ده الانر ميتوكوند ممبرين. بس هكبره شويه اهو عشان اقسم جواتي كتير لان الكتير هي اللي عارفينها. يبقى ده اسمه انر ميتوكوند ممبرين. وما بين التو ممبرين بسميه انتر ممبرين سبيس.
وما تحت الانر ميتوكوندريا اسمه ايه؟ ميتوكوندريا ميتريك. وما فوق الاوتر هيئه برافو عليك ده السيتوبلازم او مثلا السيتوبلازم. خلي بالك احنا بنتكلم بنتعامل مع كلمه سيتوبلازم ايكوال لكلمه سيتوبلازم. هو في فرق في الهيستولوجي بينهما لكن في الباطنه دي ما عندهاش فرق. ايه الفرق؟ السيتوبلازم بتقول عن السيتوبلازم ويز اورجانيل يعني بالاورجانيل بتاعته. لكن سيتوزول ده سيتوزول وزاوية الاورجانيل ده الفرق الهيستولوجيكال. اما على مستوى الدوكيمنتري انا بصراحه يعني وكل كل دوكيمنتري بنتعامل مع كلمه سيتوزول ايكوال لكلمه سيتوزول مفيش فرق. فده سيتوزول او بنسميه سيتوزول. طب عايزين بقى نحط الجدول في الكومبوننت وفي الكي تي سي على الميتوكوندريا الاوتر ولا الانر؟ الانر. نيجي نحط كومبلكس 1. قال لك كومبلكس 1 ده طويل ومحترم. طويل ومحترم. يعني ايه طويل ومحترم؟ قال لك يعني واصل ما بين طرفي الانر ميتوكوندري. واحد من الطرف ده يبقى كده. طويل ومحترم. اما كومبلكس 2 ده ايه؟ قصير وقطع. يعني ايه قصير وقطع؟ قال لك يعني مش واصل للطرف الثاني بتاع الانر ميتوكوندري ده كومبلكس قصير وقطع. طب كومبلكس 3 قال لك لا 3 ده طويل ومحترم اهو واصل ما بين طرفي الانر ميتوكوندري. وكمان كومبلكس رقم 4 اهو طويل ومحترم. ركز في كلمتي الاربعه دول شغالين هيدروجين اور اور الكترونات. لكن كومبلكس نمبر 5 لا هو هيدروجين ولا هو الكترونات. كومبلكس نمبر 5 لا هو هيدروجين ولا هو الكترونات. كومبلكس نمبر 5 شغلته سينثيسيس كومبليتي واسمه اي تي بي سينثيس ومكون من تو سبلمنت. واحده بتدور بتسبان الانر ميتوكوندريال برين يعني بتعدي خلال الانر ميتوكوندريال برين ومسميها اف او. ما حدش يقول زيرو بس اسمها زيرو اسمها اف او وقدام شويه هعرف ليه اسمها اف او. والتانيه بتبروجكت في الميدل وعامله زي القله كده واسمها اف 1. وكومبلكس الفايف مره كمان يا دكتور لا هو هيدروجين ولا هو الكترون كارير ده تورينتو سينثيسيس او تي دي بي واسمه الثاني اي بي بي سينثيسيس. يبقى دول الفايف فيكتيك كومبلكس. انا لسه هيتكلم عندي كمان تو موبايل كارير. واحد اسمه تو انفايت كيو او اسمه الثاني يوبي كيو والثاني اسمه سايتوكروكس. قال لك الكور انفايت كيو بص على هذا الموضوع موجود ما بين اثنين وثلاثة. والسايتوكروكسي بص على موجود ما بين ثلاثة وأربعة. يبقى كور انفايت كيو موجود ما بين اثنين وثلاثة والسايتوكروكسي موجود ما بين ثلاثة وأربعة. وكده اسمه الكومبوننت اوف ريجيسي فايف فيست كومبلكسز. بقول اثنين قصير وقطع. بقول اول اربعه هيدروجين اور الكتروكاري. لكن الخامس لا هو هيدروجين ولا هو الكتروكاري. وشغلته سينثيسيس وفي تي بي وسميناها مع بعض اي تي بي سينثيسيس. وعندي اثنين موبايل كارير واحد اسمه كوكيو او يوبيكوينون ما بين اثنين وثلاثه. والثاني اسمه سايتوكروم دي ما بين ثلاثه واربعه. انا هقول بعض المعلومات كده وفهمها بسيط جدا 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 لكن بتيجي في الامتحان اليومين وبتيجي انت تشوف هي حفظ كتير قوي معلش اعذرك. يقول لك فوق السؤال اسمه الثاني ايه؟ قال لك اسمه الثاني ماد اتش دي هيدروجين. اسمه الثاني ماد اتش دي هيدروجين. او ليه اسم اخر؟ هعرفه قدام شويه ليه استنى كده. اسمه ناد اتش كيو اوكسيدو لاتيت. يبقى المناد اتش ده منين؟ الاسامي كلها حاجه بالظبط، خد معاك كل كلمه بتكتبها بالظبط. اسمها ناد اتش ده منين؟ او ناد اتش كيو اوكسيد لطيف، مكون من قال لك مين؟ بولي بيبتيدين. وكمان اف ام ان لابين مونو نيوكلايد.
ودي سبعة ايرلن سلفر سنتر. سبعة ايرلن سلفر سنتر. مرة كمان. كونجستوان. اسميه الثانية ايه? ناس اتش جانجين. او ناس اتش كيو اوكسيدو ريدكتيز. نعرف ايه كيف نعرف. ومكون من ميني بولي بيبرتي. وكمان اف سي ام ان. وسبعة ايرلن سلفر سنتر. دواي. ده كومبلكس تو الكومبلكس تو اسمه تاني سبستينيت دي هيدروجينيت او سبستينيت فيو اوكسيدو ريدكتين. واعرف بعد شويه ليه اسمه كده. ومجرد من انزيم اسمه سبستينيت هيدروجينيت. واحد لذيذ ادينين دايجنزيم. هو كومبلكس كام؟ كومبلكس كام؟ اثنين. يبقى في اثنين ايرن سلفر سنتر. يبقى مره كمان كومبلكس تو الكلام ده حفظ صح. اسمه تاني سبستينيت هيدروجين او سبستينيت كيو اوكسيدو ريدكتين. ومكون من سبستينيت هيدروجين انزيم فات اللي هو بلافين امينين دار نيوكليوتيد. وكمان في كومبلكس كام؟ كام كام كام؟ تو. يبقى في تو ايرن سلفر سنتر. طب كومبلكس 3 على كومبلكس 3 اسمه سايتوكروم بي سي 1. اسمه ايه؟ سايتوكروم بي سي 1 او بسميه كيو سايتوكروم سي اوكسيدو دافين. كيو سايتوكروم سي اوكسيدو دافين. هعرف اسمه بعد شويه كمان. هو اسمه سايتوكروم بي سي 1 صح؟ يبقى مكون من سيتوكروم بي وسيتوكروم تي 1 تي كام؟ تي كام؟ يبقى تي 1 ايرن سلفر سنتر. يبقى مرة كمان اسمه كومبلكس 3 او سيتوكروم بي تي 1 او كيو سيتوكروم تي اوكسيدو دافين. اسمه بي تي 1 يبقى مكون من سيتوكروم بي وسيتوكروم تي 1 وان اير مسلسل. كومبلكس 4 قالك اسمه سيتوكروم اي اي 3. سيتوكروم اي اي 3 او ساعات بسميه سيتوكروم سي او 3 او سيمبلي سيتوكروم او 3. يبقى انت الاثنين مكتوب عندك سيتوكروم او 3 او اي اسمه برضه هو اخر سيتوكروم سي او 3. يبقى اسمه كومبلكس 4 او سيتوكروم اي 3 او سيتوكروم اوكسيد عبر او ممكن تبقى سيتوكروم سي اوكسيد. ده مكون كده قال لك اسمه سيتوكروم اي 3 يبقى مكون من سيتوكروم اي وسيتوكروم اي 3 وتو اتوم بالظبط. يبقى سيتوكروم اي وسيتوكروم اي 3 وتو اتوم بالظبط. انا عارف ان حد كتير بس والله في منتهى الاهميه عشان كده اقول لك ايه؟ ركز معايا حاول تفهم. قال لك كومبلكس 1 اسمه تاني ايه؟ ناس اتش دراجتين او ناس اتش كوبيو اوكسيدو دراجتين. ميني بولي بيبر شيب واف بي ام ان وسبعه ايرن سلفر سيرج. كومبلكس 2 اسمه تاني سابسينيت ديايدرونيت او سابسينيت كيو اوكسيدو دراجتين. مكون من سبستنين دايجرنين اللحم وفات واسمه كومبلكس كام؟ 2. يبقى في 2 ايرن سلفر سيرج. كومبلكس 3 اسمه سيتوكروم بي سي 1 او بسميه كيو سيتوكروم بي اوكسيدو لاتين. ومكون من سيتوكروم بي وسيتوكروم سي 1 دي كام؟ يبقى في 1 ايرن سلفر سيرج. كومبلكس 4 اسمه سيتوكروم A ال 3 او سيتوكروم C او 3 او سيمبلي سيتوكروم او 3 على طول. ومكون من سيتوكروم A وسيتوكروم A 3 و 2 اتومز اوف كارب. اسئله لا ولم ولن يخلو منها امتحان. يقول لك يا دكتور بوظت كل اللي انت قدامي. يقول لك انه مليت القنبله وبالكتير that are considered as flavocodine. ايه الجمبوله اللي جبت تلفها
ويوم جه القعد بره لقوا بوتين. قول يا عمر. برافو عليك يا عمر. قال لك انا فلان بوتين يعني دكتور كونتين جبت لي. وانا قلت 1 في اف ام ان 30 برضه زي. و2 في اف اي دي 30 قديم برضه زي. السؤال ده لا يحلو متعه وبيجي دايما في اول الديبورت في المعهد اول الديبورت في الدار. اللي هو ايه؟ دكتورك وكيبوتين ده كونتيدر الاس ده بوتين قال لك كومبلكس 1 وكومبلكس 2. اللي بعد يقول لك النيومريت كومبوننت اوف اي تي سي ذات ار كونسيدرد از نيوبروتين. الجواب ده يبقى قوي 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 قوي. مين الكومبوننت اللي ممكن يعتبرها نيوبروتين؟ قول يا تاني. واحد واثنين؟ لا قول تاني. كله مع بعض؟ كله كده فوق؟ فور؟ لا يا راجل. ده في واحدة واحدة. جدع يا جدع يا راجل. هو كلمة نيرو بروتين يعني ايه؟ قال لك كلمة نيرو بروتين يعني جين يتعقد بس اتراكتد تو بروتين. ايه الجين؟ فاكر يا دكتور؟ فيرست موتوفور 6 9 و 3 ميموري زمان. لما يربط الجين ده في اي بروتين يبقى حاجة اسمها نيرو بروتين. كان نظام السلاح او فاكر؟ مايو جلوبين هيمو جلوبين سايتو كروم كاتاليز بيروبليز انيوزن دي تريتوفان باري كل اسمه هيمو جلوبين. ايه هنا؟ هنا اعتبار نيرو بروتين. اي كلمه اسمها سايتو كروم. طب ايه اللي سميناه سايتو كروم؟ قال لك والله الثلاثه اسمه سايتو كروم بي سي 1 يبقى ثلاثه. أربعة اسمه سيتوكروم A 3 يبقى أربعة. وفي واحد أهو اسمه أهو سيتوكروم C. ما لقيتش يا أستاذ سيتوكروم C. يبقى ثلاثة وأربعة وسيتوكروم C. دول بسميهم هيمو بروتين. طيب يقول لك النيوبرين كومبوننت أوف إي تي سي أو كومبلكسز أوف إي تي سي ذات دونت كونتين أيرن ريزالتاتس. مين اللي مفهوش اير ريسالفر سنتر؟ فور فور. لما كان الاير ريسالفر سنتر يبقى كانوا ايه؟ تو اتوم سنتر. يبقى اي نعم فيهم حب لكن بيطلع بقى شويه اسئله كده كده يشوف فهمك فاهم ولا مش فاهم. طب ده اسمه كومبوننت اوف اي تي سي. نقطه بقى ازاي الاي تي سي بتشتغل؟ ازاي الاي تي سي بتطلع اي تي سي؟ قال لك والله عشان تفهم ازاي الاي تي سي بتشتغل لازم نعرف اسمها ايه. ده دكتور الاي تي سي اسمها اوبسيديفيد فوسفوريشن اند ذا ريد بايلاتريس. ركز معايا. الشوط اللي فات خدنا رياكشن سميناها اوبسيديفيد دي كاربوتريشن. وقلنا بيحصل فيه حاجتين في نفس الرياكشن. اوبسيديفيد ودي كاربوتريشن. فسميته اوكيتيليزم دي كاربوتريشن. قال لك هنا في دي اسمها اوكيتيليزم فوسفوريشن. يعني بيحصل حاجتين في نفس الاي تي سي. بيحصل حاجه اسمها اوكيتيليزم. واوكيتيليزم في الاي تي سي دول معناها فورميشن اوف بول. وبيحصل حاجه اسمها فوسفوريشن. وفوسفوريشن يا دكتور معناها فورميشن او فلو عارفين سياسه تفهم الاي تي سي بقى لازم تقفل الاغلب. اول نص هنعمل اوكسيديشن ودي معناها هتكون ميه. الحاجه الثانيه هنعمل فوسفوريشن وده معناها هتكون اي تي سي. عشان نفهم ازاي يحصل اوكسيديشن وعشان نفهم ازاي يحصل فوسفوريشن لازم ابدا معاك بحاجه اسمها ريدوكس رياكشن. ريدوكس رياكشن الكلام ده بيحكي لك بتاع هاي سكول. كلمه ريدوكس رياكشن يعني نقلات بيحصل فيها ريدكشن وبيحصل فيها اوكسيديشن. فعشان بيحصل ريدكشن واوكسيديشن اسمها ريدوكس رياكشن. انا عارف ان الكلام ده اتنسى وبقى قرون من الزمان ولا مال عليه التراب. عشان كده انا فكرت هي كلمه اوبريشن معناها ايه؟ الكلام ده بتنفرق ايه؟
اي نعم كلام يعني كيف في دوره كتير بره وكلمه بالظبط اللي عملته قال لك كلمه اوكي كريشن يعني ريموفال اوف مايند او ريموفال اوف ايريتو او انكريز ان ذا بوزيتيف فيلن. لو زدت بالقراءه العربي والعربي انه عامل بالظبط وعمل ايده لو زدت كمان مرتب ايده او لو كان مثلا عندي ايرن بلس 2 اصبح ايرن بلس 3 هو ايه بقى بلس 3 بس ده خد منه ايده بلس 3 فالانكريز بالبوست فيلن ده معناه ايه؟ طب الريدكشن معناه ايه؟ قال لك نعم ريدكشن يعني اديشن او جين اوف مارجن اديشن او جين اوف الكترون او ديكريز بالبوست فيلن بلس 3 بقى بلس 2 ليه؟ اتنين دول الكترون يعني على طول انا ببدا معاك سيادتك من تاني عليه كلامنا تاني عليه كلمه اوبتيشن ريموفال وخرج او ريموفال اوبريتور او انكريز في الفورت فيلر كلمه الاخر العكس جين اوف هايدروجين جين اوبريتور او انكريز في الفورت فيلر يا ولد المعلومه اللي بعدها لو عندي مركب حصل له اوبتيشن لازم ولا بد ولا مفر ولا محيط يكون قصاده مركب حصل له نشر. قصد كلمة ريدكشن يعني حد خد هيدروجين أو إلكترون. ده أكيد الهيدروجين أو الإلكترون كانوا من عناصر مستعملة. يبقى الكومباوند اللي فقط الهيدروجين أو الإلكترون هيبقى مستعمل. والمركب اللي جيند الهيدروجين أو الإلكترون هيبقى ريديوز. فلو حصل ريدكشن لازم يكون حصل أوكسيديشن. عشان كده التو رياكشن لينكد لبعض فتاخدهم ريدوكت رياكشن. ماشي حاجة؟ طيب عايزين نفهم اكتر بقى. بص معايا انت الكلام ده عشان تقضي جزء من انا عندي مركب اسمه ايه؟ وده يحتوي على ايه؟ وجنبه مركب اسمه واي وده عايز يأكتف الاكس ده بسميه الكترون دورر عنده ايه؟ والواي ده بسميه الكترون اكسبتور يعني هيكتب ايه؟ الكترون. لو حصل انتقال للالكترون ده من الاكس للواي الاكس بحضره ايه؟ الاكس بحضره ايه؟ اوبريشن. والواي اللي خد الاكس بحضره ايه؟ ريدكشن. والاثنين مع بعض اسميهم ريدوكس بير. ريدوكس بير يعني واحد حصل له ريدكشن والثاني حصل له اوبتيشن. ركز معايا كده. الاكس ده اوريدي عنده الكترون. عنده الكترون. هل ده سهل ولا صعب يجيب الكترون؟ صعب ما هو عنده الكترون. يبقى الريدكشن لو حبيت اعمل له ريدكشن ده سهل ولا صعب؟ صعب لان هو اوريدي ريدوكس. فبسمي الاكس ده مركب ليه لو ريدكشن بوتنشال. ده ايه ولا ايه؟ ايه؟ ده يبقى الاكس ده يبقى ليه لو ريدكشن بوتنشال. ليه؟ ليه لو ريدكشن بوتنشال؟ ليه لو ريدكشن؟ يبقى صعب قوي اعمل ريدكشن. طيب بالنسبه للواي ده قال لك ده الواي ده الكترون اكتفور ده مستني بالفعل بالظبط يجي له الكترون يعني مستني بالفعل بالظبط يبقى ريديوز. يبقى الاكتر بتاعه سهل ولا صعب؟ سهل. يبقى الواي ده ليه هاي ريدكشن بوتنشال. الكلام ده سهل اوعى تتصعبه. الكلام ده اي كلام اصلا. مره كمان بقول انا عندي ال ايه ده الكترون دول وعندي الواي الكترون اكتف الالكترون هنقله من الاكس للواي. اكس هيبقى اسمه اوكسايد. واي هيبقى اسمه ريديوز. والاثنين مع بعض هيبقى اسمه ريدوكتبير. طيب الاكس دي ايه؟ صعب ولا سهل اعمل له ريدكشن؟
طب هو في نفسه هو مسلول يبقى بعض عامله لنفسه بقول ده الاكس ده ليه لون باكتر بوتنشال والواي ده سهل قوي ياخد اكس ده ما عندوش وبالتالي يبقى ايفال ريلاكشن بوتنشال يقول لك الالكترون بيتحرك من اللو ريلاكشن بوتنشال للهاي ريلاكشن بوتنشال ويحصل اوكسيديشن ريلاكشن يعيش واقطع ولا تشوي؟ ده مين مش فاهمها؟ مش فاهمها ما يقدرش يرفع ايده ده بقول لك ايه؟ طيب ماشي كده كويس؟ بص يا دكتور بقول كلمة اوكسيديشن على ايه؟ وكلمة ريلاكشن على ايه؟ اوكسيديشن ريموفال اوف فايبرز او ريموفال اوف الكترون او يجيب البوزيتيف ديتا يعني بلاد فلو يبقى بلاد فلو يبقى ده ايه اسمه اوكسيديشن طب كلمة ريلاكشن يعني ايه؟ بالعكس جين اوف فايبرز او جين اوف الكترون او ديكريز البوزيتيف ديتا بلاد فلو يبقى بلاد فلو ده معناه ان خدت الكترون يعني اختار له طيب خدت الجملة عند اكس وعند واي الاكس فيها الكترون اوريدي هي اليوزر وما فيهاش الكترون دونر والواي ما فيهاش الكترون اوريدي اوكسايد وما فيهاش الكترون اكتف بحرك الالكترون من الاكس للواي فالاكس كده بقى الالكترون حط لها بصي ليش والواي خد الالكترون حط له ايه؟ نقص يعني مشاكل دي والتو مع بعض تحس الورقه تعملهم ريدوكس بير واحد ريدوس والتاني اكسر في اي مشاكل غدا؟ لا قول يا جماعه في الكلام ده عامل عليك كتير قوي اي مشكله وراه طيب بص ده الاكس اوريدي عنده ايه؟ يعني اوريدي ريدوس القابليه بقى ان اعمل له ضغط تاني البوتنشال ان اعمل له ضغط تاني هاي ولا لو؟ لو ما هو اوريدي ريدوس صعب قوي اعمل له كمان ضغط فهتملي الاكس ده لو ريدكشن بوتنشال لان هو اوريدي ريدوس طب في الواي ده كده قال لك الواي ده ما عندهوش الكترون وسهل يجيب الكترون يعني سهل يبقى ريدوس يبقى ايه؟ هار ريدكشن بوتنشال بقول الالكترون بيتحرك من اللو ريدكشن بوتنشال للهار ريدكشن بوتنشال عم يحصل الاوكسيديشن وريدكشن ريأكشن فيها مشاكل؟ طب خد اللي بعدها بقى. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده؟ لا. ما خلاص بقى هو بقى عنده ايه؟ ماشي؟ طب كده بقول ايه؟ بقول له على الجمله بقى لما احفظ على الله غلط اني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن ريديوز انرجي. اني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن produces energy يعني اي رياكشن في الدنيا في اوكسيديشن وفي ريدكشن لازم يطلع منه انرجي اني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن produces energy طب انت عملت على فاكر ايه؟ ذا اماونت اوف انرجي produced from any oxidation reduction reaction depends on the electrical potential difference between the donor and the recipient. مرة كمان اسمع معايا كلام بقى. ايه الاوكسيديشن ناتشر ريأكتر بروديوس انرجي؟ خلاص ايه؟ اللي بعدها بقى ركز معايا. The amount of energy depends on the النتيجة دي. الاوكسيديشن ريدكشن ريأكشن depends on the electrical potential difference. فرق الجهد الكهربي ما بين الدونر والاكتيفيتور بمعنى يقول لك لو الاكس دي هي الالكترون الالكتريكال بوتنشال بتاعها الجهد الكهربي ليها ناقص 70 والواي دي الاكتيفيتور الالكتريكال بوتنشال بتاعها ناقص 50 وعندي كمان ديسك وقت كلمه ديسك الالكتريكال بوتنشال بتاعه ناقص 20 ركز معايا قوي يطلع كمية من الانرجي اكبر لو الالكترون ده اتنقل من اكس لواي ولا اتنقل من اكس لزد؟ ليه؟ لان البوتنشال ديفرنس ما بين اكس وزد اعلى ما بين اكس وواي فكلما كان الالكتريكال بوتنشال ديفرنس اعلى ما بين الدولار والاكسبتور يطلع كمية اعلى من الدولار
يا دكتور الكلام ده انا هقنع عليه كل جديد هقول كده. كلمة اوبتيشن معنى ايه؟ اوبتيشن ريموفر فايل او ريموفر اوبتيشن او انكريز فيلم فورس الدين. كلمة ريدكشن معنى ايه؟ العكس جينو فايل جينو فريكشن او انكريز فيلم فورس الدين. واي انتقال لإلكترون من مركب لمركب اخر المركب اللي فقط يبقى مستعد والمركب اللي جاي إلكترون يبقى ريدوكس والاثنين مع بعض مفهوم ايه؟ ريدوكس. ان في الكترون اوريدي جون يبقى ليه لو ريدكشن ريشن واللي هياخد الكترون ده سهل يبقى جون يبقى ليه هاي ريدكشن ريشن. يتم انتقال الكترون من اللو ريدكشن ريشن للهاي ريدكشن ريشن عشان يحصل الاوكسيشن والريدكشن. بيقول ده ايه؟ لان ايه اوكسيشن ريدكشن ريأكشن بروديوسز انرجي والاماونت اوف انرجي بروديوسز from the oxidation reduction reaction depends on electrical potential difference. فرق الجهد الجرافي ما بين الدور والاكتيف. كل ما البوتنشال ديفرنس تبقى اعلى كل ما كميه الطاقه تبقى اعلى. الكلام اللي فات ده كله مقدمه عشان افهم الاي دي شغال ازاي. انا هرجع تاني الاي دي واقول يا دكتور ديفاين بعد اذنك الاي دي. قال لك والله الاي دي عرفناه قلنا تريب اوف هيدروجين فور الكترون كارير فور اوكسيديشن اوف ذا ريديوزبل فالز اللي هم ايه؟ لا الستيتش ذا فيت اوف فال اتش 2 تو بروديوس فور الكترون. ارجع لنلاقي الكتاب يعني الهدف من الاي دي هي اوكسيديشن اوف ذا ريديوزبل فالز. لا الستيتش ذا فيت ايه؟ وفال اتش 2 الناس ايه ذا فيت ايه؟ والفال اتش 2 ركز معايا قوي تتحط الاثنين اتحط الاثنين تتحط والاثنين عايزين يحضروا فوق كريشن بيدي. بس الصراحة فيهم واحد مفترض ولما يحب يدخل من البيت بيخطر ويدخل من البيت. مين هو المحترم؟ الذي المحترم هو الناس ايش بيكشن. ولما يحب يدخل الاي دي دي يدخل من اول كوبري يعني يدخل من دوب الدوام يدخل ايه ناس ايش بيكشن. لكن دخول الحمام من زي الروح وبيدخل ازمات الكتابيش بيخرج از ناس والتو هايدروجين بدور يسيبهم الورق ده المحترم دخل من الباب. قال لك صاحبه بقى اللي اسمه فاز اتش 2 ده مش مفترض. ولما يحب يدخل بيه ينط للشباك ينط للشباك. ولما يحب يدخل الجديد مش بيدخل من اول كوبري ده بيدخل من كوفيد 2 اهو فيدخل از فارس اتش 2 ودخول الحمام ازاي؟ خروجه فيدخل از ايه؟ از فاز ويصير بتو هيدروجين بتوع ايه؟ ليتو يبقى التو هيدروجين بقوا فاز بتوع ناس اتش 2 والتو هيدروجين بتوع فاز اتش 2 بقوا بتو يبقى واحد بقى فيه تو هيدروجين وتو بقى فيه تو هيدروجين. اسمع الجملة اللي جاية يقول لك التو هيدروجين اللي بوال اور اللي تو يعني يا دادا التو هيدروجين اللي بوال اور التو هيدروجين اللي تو يروحوا على فو انزايم بيو التو هيدروجين اللي بوال اور التو هيدروجين اللي تو يروحوا على فو انزايم بيو. اي ثينك ان دلوقتي عرفت ليه كوفيد دلوقتي اسمه تاني ناس اتش ده يا ابني. اصله بيعمل فيها هايدروجينيشن وايفن. انت عرفت ليه كوفيد دلوقتي اسمه ناس اتش كيو اوكسيد دقيق؟ اصله بيعمل ريلاكشر لناس اتش بيعمل اوكسيشن ناس اتش وريلاكشر لجو كيو فاسمه ناس اتش كيو اوكسيد دقيق. بيعمل اوكسيشن ناس اتش وريلاكشر لجو فاسمه ناس اتش كيو اوكسيد دقيق. واي فين انت عرفت ايه دلوقتي؟ كوفيد 2 اسمه تاسريجر عشان في انزيم اللي اسمه تاسريجر وجالك اسمه تاني فاكسينيت كيو اوكسيل وطين. الطبيعي الاوكسيجن من فاكسينيت الصح هنا في ماده اسمها تاسريت هتطلع فرق الشوك. الطبيعي الاوكسيجن من تاسريت وبيعمل لحشه للفيو فاسمه تاسريت كيو اوكسيل وطين. يبقى تاني ان الاتش دخل من ورا السلاحات
وان بقى بي توايس والتوايس اللي في وان رفعات على الجو. يبقى كده عملت يا جماعه دي هيدروجينيشن للاتش بيرمينال اتش دي هيدروجينيشن ده بوبل ستار ودخل الاتش خد منه توايس ادلك وجو. يبقى الاتش حصل له اوكسيديشن وفيو حصل له ريدكشن بيرمينال اتش فيو اوكسيدو ريدكشن. طيب لو بصينا ل 2 2 اسمه تاكسينيت هيدروجين ليه؟ عشان في انزيم اسمه تاكسينيت هيدروجين وده بيطلع التاكسينيت بيطلع منها هيدروجين فالفرق اللي هو جاي من تاكسينيت فاسمه تاني تاكسينيت هيدروجين او اسمه تاكسينيت كيو اوكسيد لاكيت عشان بيعمل التاكسينيت اوكسيجن والكيو ريدكشن. انا ده ايه كده؟ ان 1 بقى فيه 200 و2 بقى فيه 200 الدوهايدروجين اللي في 1 اور ال2 هيعدي على فوق الفان 2 ده مره وده مره ففوق الفان 2 هيبقى ريدوس ويبقى اسمه فو انزايم كيو اتش 2 ممكن اسميه ريدوس يوجي كويلور اللي كلمه فو انزايم 2 معناها يوجي كويلور ففو انزايم كيو اتش 2 اسمه ريدوس يوجي كويلور. هيحصل ايه بقى؟ هيحصل خطوه مفصلية جدا 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 جدا. الخطوة قال لك شوف يوم في تو اتوم دوفاي وكل اتوم اوف هيدروجين مكونة من تو بروتون مكونة من 1 بروتون و 1 اتوم. هقسم التو اتوم اوف هيدروجين الى 2 بروتون و 2 اتوم. يبقى هو عنده تو اتوم اوف هيدروجين كل واحدة 1 بروتون و 1 اتوم. لو هنقسم بقى التو اتوم نصين هيطلع لي 2 بروتون و 2 اتوم. يقول لك الاثنين بروتون ده قد ايه؟ قد ايه جدا. يروحوا سايبين التو الكترون في الايديتين وهم خارجين تماما بره الايديتين. يتبقى ايه في الايديتين؟ التو الكترون. يروح التو الكترون خد معاك من حركتين من كومبلكس 2 الى كومبلكس 3 ومن كومبلكس 3 الى سايتوكروم سي ومن سايتوكروم سي لكومبلكس 4. بعد ما عدى كومبلكس 4 التو بروتوزوم ياه ده احنا كنا قلقانين قوي ده احنا جبنا التو الكترون في وسط الطريق. لما تيجي نطلع غلطتنا واللي اتذكر يتطلع فالتو بروتوزوم يروحوا شاكين مره اخرى في التو الكترون ويعملوا تو اتوم اوف هيدروجين. التو اتوم اوف هيدروجين يقابلوا نص اتوم يعني 1 اتوم اوف اوكسجين ويعملوا ميه. انا عملت ميه يعني عملت اوكسجين. قبل ما يتم قبل ما يتم تضحك هي كده ثانيه انت فاكر ايه؟ فاكر وقيت يمين وشمال ونمر وكلام خلاص كده. قبل ما يتم انا عايز اوضح لك ليه سيتوكروم 3 لازم كيو سيتوكروم تي اوكسيدو. بص معايا كومبلكس 3 ده عملته ايه؟ وظيفته ياخد الكترون من كو كيو ويديها لسي. يعني هو بيعمل اوكسيديشن لكو كيو ويعمل ربطه لسي فاسمه كيو تي اوكسيدو لاكتيز. مش كده؟ اسمه كيو تي اوكسيدو لاكتيز عشان بياخد الكترون من كيو يديها لسي. فعمل اوكسيديشن كيو عمل ربطه لسي فاسمه كيو تي اوكسيدو لاكتيز. كومبلكس 4 بقى اسمه سيتوكروم دي اوكسيد عشان بياخد الكترون من سيتوكروم دي. فلما خد الكترون من دي يبقى عمل دي اوكسيشن فاسمه سيتوكروم دي اوكسيد. واضحه يا شباب؟ دي مش فاهم. طب نعيدها ايه؟ ازاي عملت اوكسيشن؟ ده نص الاكسيد. ازاي عملت اوكسيشن في الاكسيد؟ كلمة عملت اوكسيديشن يعني عملت مياه. ازاي اعمل مياه؟ احنا اتفقنا مع بعض ان يتكافى الاوكسيديشن ريدكشن ريأكشن بطلع هيدروجين. وقلت انا بعمل في الاتنين اوكسيديشن لاتنين صحاب. واحد محترم اسمه لان اتش دافيتش والتاني مش محترم اسمه فيرتش كول. اللان اتش دافيتش محترم محترم ليه؟ قال لك يدخل الاتنين من الباب ويدخل من فوق السؤال. دخل لان اتش دافيتش طلع قلناه فانا عملت للناتيتش اوكسيديشن وان حصل له نشر بقى فيه كويس. اللي مش محترم هو مين؟ الفال اتش 2 دخل مش شباك دخل من كومبلكس 2 اسفال اتش 2 وخرج اسفال. يبقى انا عملت للفال اتش 2 اوكسيديشن
وضوء حصل له ده عشان بقى سبته هرب. وعرفت الاسامي كانت منين بقى؟ الزوارجيك ال 1 اور ال 2 يا لا يا لا يا عم يعرفوه الغدو فبعرفوه انفايت جرو جون وفي اثنين عربي وبسميه كو انفايت جرو اتش 2 او سميناه الكيون يوبي كوينون. طيب كل اتوم فايت نمبر 1 بروتون 1 3 اروح قاسم التو اتوم بروتين اثنين بروتون واثنين الكترون مين قال؟ الاثنين بروتون لو خارجين بره الاندماج ومين اوفياء؟ التو الكترون بيكملوا جوه الاندماج من فيو لثلاثه ومن ثلاثه تاتوكون تيم ومن تاتوكون تيم تو بيكتور بعد كل التبور التو بروتون تو بروتون ده ايه اللي ده بتاعتنا دي؟ تسمع الاندماج وتبص الطريق لا انا طالع خاطر فيحصل لي بايندنج اوف الاثنين بروتون مع التو الكترون فارجع تاني تو اتوم وفرق اروح نقال النص وضوء يعني اتوم اوبجكت ومعايا تو اتوم تو بارتلين اروح عامل ايه؟ عامل بايندنج عملت ميه يعني عملت اوبتيشن عارف ميه؟ لا اجيب لك ميه؟ الميه كتيره وماليه الدنيا ونعمل ايه بسم الله ما شاء الله هنعمل في طب النهارده بس ما عندناش ما عندناش مشكله في ميه برضه انا مش عايز ميه انا عايز انرجي انا عايز اي تي بي انت رايح تعمل ميه انا مش عايز ميه قال لك ما عشان اعمل اي تي بي عشان اعمل فلكتويشن لازم ارجع اعمل ميه بعد فلكتويشن عشان اعمل اي تي بي واعمل فلكتويشن لازم قبلها اعمل ميه يعني اعمل فلكتويشن. طب ازاي بقى هتعمل فلكتويشن؟ ازاي هتعمل اي تي بي؟ ودي حاجه اسمها ايمي اوف موتيف ثيوري. بص احنا اتفقنا ان اني اوكسيديشن ريدكشن رياكشن بروديوس انرجي اتفقنا والاماونت اوف انرجي بروديوس فروم الاوكسيديشن ريدكشن رياكشن بروبورشنال مع الالكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس ما بين الكترون والاكسيتون اتفقنا. قلت لي بقى سيبك على الخطوات الثلاثيه قال لك دخل زي الانتروفيشن ريدوس طلع نام اوبزرف وان تاجو وان راح معدي الهيدروجين اللي فيه كفور بقى وان اوبزرف وكيو ريديوس كيو معدي تو الكترون ستين اوبزرف ريديوس 3 معدي الكترون ستين اوبزرف ريديوس دي معديها 4 اوبزرف ريديوس 4 ميثيوم الاوبزرف اوبزرف ريديوس. فجميع خطوات الاي تي سي هي عباره عن سلسله من الاوكسيديشن ريدكشن رياكشن. اذا جميع خطوات الاي تي سي بروديوز انرجي. متفقين على دي؟ كل خطوات الاي تي سي هي عباره عن اوكسيديشن وريدكشن. اوكسيديشن وريدكشن. اذا ينتج عنها انرجي. اسمع اللي جاي. ذا انرجي بروديوز فروم الاوكسيديشن ريدكشن reaction in ATP is utilized in to start the beam bumping of proton from matrix to space bumping of proton from matrix to space bumping of proton from matrix to space through complex to واحد وثلاثة واربعة واثنين لأ الاثنين لأ ومش واصل للطرف الثاني بتاع الانر ميتروفوند البريد فما ينفعش يشتغل كبروتون بامب. اللي يشتغل بروتون بامب والبامب بروتون من ميتر للبريد واحد وثلاثه واربعه يبقى الانر اللي طلع من الاوبسيشن ريدكشن رياكشن بامب فيها بروتون من الميتر من البريد ثرو كوبليك 1 و 3 و 4 طب وبعدين؟ قال لك جمهور الوقت اما انا اطلع بروتون من ميتك واحطها للبيت اما انا اطلع بروتون من ميتك واحطها للبيت فبيقل او تركيز البروتون بالميتك ويزيد او تركيز البروتون بالستين والبروتون دي عليها شارج بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني زودت الشارج البوزيتيف اللي في البيت يعني عملت الكتريكال بوتنشال ديفرنس ما بين السبيس والميتر والبروتون دي اسيد ولا بيز؟ انت البروتون ده اسيد ولا بيز؟ اسيد
فلو ودت القابل في البيت وقلته في الميجر فانا عملت كمان حاجه اسمها كيميكال بوتنشال ديفرنس فرق جهد كيميائي ما بين السبيس وبين الميجر انطق الاثنين على بعض انا عملت الكترو كيميكال بوتنشال ديفرنس ما بين السبيس والميجر وده نتيجه ان عملت بامبنج كميه كبيره قوي في البروتون من الميجر للنيوترون قاعده الجهد بتقول اي بوتنشال ديفرنس اي فرق جهد تند تو بي اي فرق جهد عايز بلاش عايز ما يبقاش فيه اكتر فرق طب ازاي اعمل ريليز لهذا البوتنشال ديفرنس؟ قال لك والله شيل الترس اللي عمل هذا البوتنشال ديفرنس الترس اللي طلعته جهده في البيت طب اشيل البوتنشال ديفرنس ازاي؟ ارجع الجهد اللي طلع التاني في البيت ارجع الجول ازاي؟ الميت. ارجعها ازاي؟ قال لك تعدي الانر ميتوكوندريال بريك، ما ينفعش. ذا انر ميتوكوندريال بريك از ام بينر ميتوكوندريال، ما ينفعش يعدي جول، يبقى موضوع الانر ميتوكوندريال بريك ده ما ينفعش خالص خالص خالص. الله. طب اعمل ايه تاني؟ قال لك ممكن يعدوا خلال واحد وثلاثه واربعه اللي طلعوه، ما ينفعش. يقول لك واحد وثلاثة وأربعة دول يوني دايركشنال يعني شغالين في وان دايركشن يعني عايز دول بس من الميجر للسبيس ولا العكس الله انت حاطين معايا امال ارجع ازاي يا دكتور الميجر قال لك بلاقي بقى سكة مفتوحة وهي سكة كومبلكس فايبر اللي مكون من تو فايبر واحدة اسمها اف او ودي شغالة في شانل فور البروتون ممر البروتون والثانيه اسمها اف 1 وصورتها اي تي في سنسر تعد البروتون بقوه اندفاع هائله من فوق لتحت وتعد لها الاف او وتيجي الاف 1 تروح مشغله حاجه بالظبط زي الدينامو الدينامو يشتغل فيشبك اي تي بي مع بي اي ويحمل اي تي بي انا عملت اي تي بي يعني عملت فوسفوريشن وقبلها عملت ميه يعني عملت اوكسيليشن انا عملت اوكسيليتد فوسفوريشن. طب سيبكوا من الاي تي بي نتكلم في حاجه احسن شويه. تعرف يا شيرين احسن بتاع احسن من دي جي اهو من حيث الاحسن بتاع ده تعرف فين اسمه افريكانو عارف اللقطه اللي بنص فيها احسن من بتاع مش شغال سيبك من ناحيه الشباب وسيب الافريكانو خلي بالك اللي شغال ده يا جماعه ميه مندفعه بقوه من اعلى الى اسفل انا مش ممكن اشغل دماغي واحط تحت كده يا جماعه دينامو الميه تروح مشغله المروحه بتاع الدينامو واطلع من الناحيه الثانيه كهرباء قال لك انا عايز اطلع عينه اطلع عينه ازاي؟ كميه الانرجي الناتجه من الاوكسيشن لاكشر اكشن من الاثنين اروح عامل بامبنج لبوز من ميتر لبوز واجريت الكتروكيميكال بوتنشال ديفرنس فرق جهد كبير عشان اجبر البروتون دي تنزل تاني بقوه كبيره تحاول تنزل خلال الممبرين مش نافع لانه ام بينهم سقوط تحاول تنزل ده واحد من ثلاثه واربعه اللي طلعوه مش نافع عشان الضياع اليوري يلاقي سكه واحده مجبر انه يعدي هي سكه مين؟ ايه اللي بيكتب فيها؟ يروح معدي الكون اللي تحت ده قوي من اعلى لاسفل وراح حاطط له حاجه بالظبط زي الدينامو الدينامو ايه؟ بيشتغل بحركه البروتون يروح شارك الاي دي بي مع الاي ار ويروح عامل اي دي بي عملت اي دي بي يعني عملت فوسفوريشن وصلت ولا لسه هنعلى كتير الكلام ده لسه كتير ده لسه في اسئله وحوالي وحرام اكتر كتير يقول لك كومبلكس 1 لوحده يضم اربعه بروتون وكومبلكس 3 لوحده يضم أربعة بروتون وكومبلكس 4 لوحده يضم اثنين بروتون يبقى كل كومبلكس يقدر يضم بروتون بالنظر واحد يضم أربعة وثلاثة يضم أربعة أما كومبلكس 4 يضم اثنين بروتون
اما انتم بتدوه يبقى امر كام دول؟ قول امر كام؟ ولا واحد ده قصير ووضع وما ينفعش يشتغل قال بلوتو بقى. هنعرف بعد شويه ان كل اربعه بلوتو ينزلوا من فوق لتحت يعملوا ايه؟ كل اربعه بلوتو ينزلوا من فوق لتحت هيعملوا ايه؟ لكن واحد بيبمب اربعه وثلاثه بيبمب اربعه واربعه بيبمب بس ايه؟ اثنين دول. انا بصراحه فهمت اللي انت قلته. بس انا مش عارف ايه الدينام ده وازاي يعني البرودون يشغل الدينام. ايه الكلام اللي بيقوله الدينام هو بتاعي وايه الحركه دي وايه الشغل بتاعها؟ ندخل بقى في تفاصيل الدينامو نتكلم عن الدينامو ازاي بيتحرك الدينامو. وعشان اتكلم عن الدينامو لازم اتكلم عن كل التايب اتكلم عن اي جي دي في الزيت. فلو فاكر الموضوع سهل من الاول قلت لك انت معايا الالكترونيك ديفايس اسمه ايه في الانترنت؟ مكون يا سالم من تو طبيعي واحد اسمه اف او والتاني يا عمر يا خالد اسمه اف 1. اف او شغال اتشال فور ايه؟ فور رودر. واف 1 هو الدينامو اللي بيشبك الاي دي بي مع البي ار ويعمل اي دي بي. الاف او ده شنب ده ممر ده كوريدور يمشي بالبروتو لكن مين الدينامو بقى؟ اف 1 الجوان يقول لك مكون من 3 تايب اوف ذا بيرد. ايوه اتفضل شرفتينا. مكون من 3 انواع من ذا بيرد 3 الفا و 3 بيتا و 1 جار. 3 الفا و 3 بيتا و 1 جار. لو حابين يا جماعه هقسمه هقسمه زي الكلاسيك هيباتيك لوبيول هتكون دول خليج النحل. سيبك من ده خليج النحل قاعد في خليج النحل ده خليج النحل ورا خالص في النص دايره. ازاي دي هتقع؟ بص بقى عامل ايه؟ الجاب مخلوق. بص بقى عامل ايه؟ ادي كل انجل وشد طرف وكل انجل يا جماعه شد طرف بشكل دي الجامعه تبقى بص معايا دي بيتا ودي الفا ودي بيتا ودي الفا ودي بيتا ودي الفا. عايز معايا الفا ادي ثلاثه الفا. عايز معايا بيتا ادي ثلاثه بيتا. ايه هو وظيفه الالفا وايه وظيفه البيتا؟ ايه وظيفه الجاما؟ قال لك الالفا ريديو لدري والجاما تكتب. الالفا ريديو لدري والجاما رو تدري والبيتا هي اللي بتطلع دي. احفظ معايا الالفا ريديو لاتوري والجاما رو تاتوري وبيجي صنع رجلي بص معايا دي الجار وظيفتها رو تاتوري بالذات بالشكل ده. فاول ما البروتون تعدي بقوه من فوق لتحت تروح لافه مين؟ لافه الضغط. فلما الضغط بيحصل كونفورميشنال اتشينج في لما الضغط يحصل كونفورميشنال اتشينج في البيت. فالبيتا تمر ثلاث مرات. اول مرحله البيتا تبقى حاجه اسمها لوز كونفورميشن. ولوز يعني واسع يعني. فاللوز كونفورميشن دي تروح جايبه الاي دي بي تروح تحكيها مع الضغط. روبوت يعدي كمان فتروح لفه كمان ضغط. فالبيتا يحصل فيها كونفورميشن تشينج وتمر بمرحله اسمها طيب ترجع ضيقه. فراح الاي دي بي يروح ثابت مع البي اي يروح عامل اي دي بي يروح لازم بروتون كمان معاه بروتون كمان ولازم كمان ضغط. فالبيتا تروح داخله في مرحله اسمها اوبن واوبن يحصل فيها ريليزيشن وات اني تايم ات اني تايم في اي لحظه يبقى عندي واحده بيتا لو تربو كده مع بعض واحده بيتا فايف تشتغل الاثنين مع بعض وتعمل اي دي. واحده بيتا اوبن تروح مخرجه الاي دي. يبقى شوف الدنيا مشغله ازاي؟ الدنيا هو كان بلس اهو. بالظبط؟ ما ده تاني يعني لازم ده الحريف ولا عايز معايا يعني. لازم تجيب وتبدا يا جماعه. انا موت روح روح كده جاي يعني ده الحريف ولا عايز معايا؟ ايه؟ 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 ايه
la parte de Juan que lo tiene. ¿Vos más? Yo lo voy a decir a Juan, yo lo voy a decir a Juan. ¿Qué es lo que voy a hacer? El de Juan, el primer, o tal vez. Se le da a Juan. Se le da a Juan. Juan va. El alfa y yo. Juan gama tú. Juan que ya estaba a Luis, que se llama Pepepepe. El que el todo ya hace, no importa, lo que hace bien. El dos, fallas el con, por lo mismo, el siete mil. El beta. El beta es a luz, guata, y el buque de mi madre. El otro lado de la cadena, el pai, mi hermano más de luz, que dice, la cadena es hombre. Lo que hace es, trae el mundo hasta luz, y poco le va a dar para él, y dijo, luz, pai, hombre. Él dijo, hablaba de mí. Bueno, la gente ha jugado de algo para decir que si se viene a ganar el lugar de mí. No, no. Desde la año por fondo, de algo me quiere decir que se viene a ganar el lugar de mí. Tercer nivel. Tenga de amor de la gente. Where it gets me the best. We tell the best we should be. Mean the girl of God. Aquí, aquí te dije me the انت بقى هتكلم بقى بس يعني كلام عادي شويه. فالعالمي البين دخل من الاسم واحد دخل من اسمه والتاني جه من الشباك اسمه فاتيشو. مين اكرمه اكتر؟ فلقى الناس اتروفيتش بكرمه اكتر وبخليه يطلع 2.5 ايدي. الفاتيش دو بكرمه بس اقل وبخليه يطلع 1.5 جنيه. ايه 1.5 و2.5 وتعالى بص ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ ايه يعني ايه 1.5؟ ايه الكلام ده؟ بص بقى دلوقتي الناس ايه اللي دخل ايه دي؟ من اول كوميك اللي اسمه كوميك ايه؟ 1 فراح معدي على 1 يبقى في جنب 4 ومعدي على 3 يبقى في جنب 4 ومعدي على 4 يبقى في جنب 2 يعني الناس ايه اللي تتبدا في بامبنج بكام روبوت؟ 10. وكل كام روبوت يجي من فوق لتحت يطلع يجي 4 يبقى 10 على 4 فيهم كام؟ 2 وتعالوا يبدا الناس ايه اللي بيعمل فورميشن وب 2.5 اي دي بي لانه في بامبنج كام روبوت؟ 10. طيب الباس ايه اللي على البامبنج بكام روبوت؟ قال لك هو عدى واحد؟ لا عدى على مين؟ اثنين. ده شغال الضغط ده بيبقى حاجه انه غير وضع. لكن عدى على ثلاثه بيبقى كام؟ اربعه. وعدى على اربعه بيبقى كام؟ اثنين. اربعه واثنين سته. على الاربعه ده واحد وتعالى بقى. يبقى الفات اتش 2 يعمل جنريشن لواحد ونص اثنين بقى. الكلام ده ضايع في الاغلب. يقول لك بتعمل اثنين وفاز اتش 2 جنريت اونلي 1 اند هاف اي دي بي. والناس اتش 2 جنريت اثنين ونص. بقول له ان الفاز اتش 2 بيبقى بس سته. انه مش بيعدي على واحد. بيعدي اونلي على ثلاثه وعلى اربعه. اما الناس اتش 2 بيعدي على واحد وعلى ثلاثه وعلى اربعه فيبقى 10 بروبل فيعمل جنريشن باثنين ونص اي دي بي. انا عايز اشوف مين فين وهم فين وعشان كده هسال اسئله جاوبها واحد كامل جدا 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 جدا. بص كل خطوات دي هي اوبزيشن ريدكشن ريكشن كلها اوبزيشن ريدكشن. فعنده 1 بيحصل اوبزيشن ريدكشن ريكشن وعنده 4 برضه بيحصل اوبزيشن ريدكشن ريكشن. لكن لما جيت اسمي 1 سميته ناتج دي هيدروجينيز ولما جيت اسمي 4 سميته سايتوكروم اوكسيديز. ليه ده اسمه جايكوزين وليه ده اسمه اوكسيديز مع ان بيحصل على الاثنين نفس الخطوه اسمها اوكسيديشن ريدكشن ريكشن هو ده. اللهم صل على حبيبي. قول لا لا هو يشيل. لا
ما هي كل واحد بدعوة تنبقى لك مين يقول الكلام ده اولا قلت له شوف الكلام ده بتاعي فيه قطرة يقول لك قواعد الإطار فاكرين لما قلت له قول عارف اقول تعمل في الإطار من دون بداية ايه الصحيح مين رايح حط الإطار في الإطار ولا فيه ولا حتى ده ايه تفضل انه بيه انه بوه ده يعني في الإطار الكلام ده خطر الإطار قال لك والله لو عندي أوك بيشرب ذكرى ونقلت الدو هاي او الدو هيدرو لأنادر كلمة يبقى الإطار بتاعي اسمه دي هيدروجين لكن لو نقلت الدو هاي او الدو هيدرو لأوكسجين عشان اعمل مانجا ايه دي مش ممكن الكلام ده قبل الإطار قال هنا نقلت الهيدروجين تو أنادر كلمة لو نقلت الهيدروجين لأنادر كلمة الدي اسمه دي هيدروجين لكن لو نقلت الهيدروجين او الإيدرو دايركت لي لو اوكسجين عشان اعمل ميه يبقى ده ممكن انا بقول نقلت الهيدروجين لانذر كاين في وجود لو يبقى الوان هتبقى ده ايه الهيدروجين لكن انا بقول نقلت الإيدرو لاوكسجين عشان اعمل ميه يبقى الكور بتاعنا اوكسجين ده حاجه اللي بعدها يقول لك انا عندي وجود لو كان عندي مرض طيب نكون يوم كيتو الوقت جاي على الطوارج وعملت لهم سبليتنج الى اثنين بروتون والنيجا ليه عند كوك يو حاضر سبليتنج ليه الاثنين على الخمس ليه ما كملتش ده اللي فين ده اللي فين وشكلهم ما حدش ليه عند كوك يو عملت سبليتنج العادي ده بقى الاغوار سؤال فولي طب مين يعرفني؟ قول لا طب مين يعرفني دي؟ يعني ايه دي؟ ده كده ليه؟ اه هيدروجين اور الكترون كارير فور اوكسيشن اور ريدوس ذا كلوريد لان انت لو جبت وخدته تو بدون مونولوجي انا خليتها بقى ليه عرفت البروتين؟ قول لأن ما قبل الكوكيو دي آر هيدروجين وما بعد الكوكيو آر إلكترون كارير يبقى بعد الكوكيو كلهم كان في كارير الهيدروجين بس كان كان إلكترون أروح أعمل إيه؟ أروح قادر التو هيدروجين أتوم اتنين بروتون لبره وأروح ممشي التو إلكترون لأن اللي بعد الكوكيو إلكترون كارير بس ما اللي روشي جاي إيه؟ هيدروجين وبعد كده أروح لاحق التو إلكترون مع التو بروتون وأعمل التو هيدروجين أتوم مع نص اوزون اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل ايه؟ فهمت ازاي؟ الكو كيو وما قبله عباره عن حاله من كارير لكن ما بعد الكو كيو الكترو كارير بعد كده اكلت الكوهرن الاثنين غصن واثنين الكترو وكملت بالجديد فده انا كمان كلام حد فرق ان هو الواحد ممكن يجيبه كل واحد بس احس ان انا عملت حاجه يعني كلام كان بياخد والله في الاثنين الاجازه انتوا انت عارفين كل اجازه بقى وكده طيب بص دلوقتي احنا اتفقنا ان الماده اللي يحصل لها اوكسيدشن والماده اللي يحصل لها ريدكشن الاثنين ما بينهم هيدروكسيدات والالكترون او الهيدروجين بتعدي من اللو ريدكشن بوتنشال الى الهاي ريدكشن بوتنشال لو خدت من الالكترون ريدكشن كان جاي جاي والاوكسيدين جاي جاي مين فيهم لو ريدكشن بوتنشال ومين فيهم هاي ريدكشن بوتنشال انها الالكترون لا لو الله من دايما ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله الناس دي ما كانتش ده لو ريدكشن بوتنشال عشان كده هو اللي بيدينا الهيدروجين او الاكس والاكس ده ايه؟ ده الهاي ريدكشن بوتنشال عشان كده هو اللي بياخد الهيدروجين او الاكس وبيعمل وزن يبقى الهيدروجين او الاكس بيعدي من الناس دي ما كانتش وهي لو ريدكشن بوتنشال الى الاكسجين وهو النهار ريدكشن بوتنشال عشان في الاخر اكون ميه. الجميل جدا جدا. احنا اشتغلنا مع بعض ان الاراضي وكينرجي والدروس للريدكشن اكشن بتدل على الكتريكال بوتنشال ديفرنس ما بين الدور والاكسجين. انا لو بتساوي الصلاه ركز معايا جدا جدا في الكورسات دي. انا هاخد الكورسات دي عشان كل حاجه. خليه يسال دلوقتي. يقعد واحد بتاع مش عارف نبتدي ياخد الحاجات دي في ايه يعني؟
the lower economic, the lower economic. Without him, the hall is not of it. Link is reaction by approach our state. كان رقم نايم يسوم هايدروجين دول مش بطيخ وحطوهم على واي قط اوكسجين ويعملوا ميه في خط واحده ويطلع انرجي مره واحده. ليه انت حاطط لي كذا حاجه؟ حاطط لي واحد واثنين وكيوب وثلاثه وبي واربعه. ليه الخطوات دي كلها؟ ما عندك واحد لو ده بطيخ وعندك الثاني هاي قطر بطيخ تعمل رياكشن في خط واحده وتطلع الانرجي اللي انت عايزها وكده الموضوع. ليه بقى عامل خطوات؟ قول يا كريم. لو عملت خطوات برافو عليك. قال لك والله في الكتريكال بوتنشال ديفرنس عالي جدا ما بين الناتج الرئيسي وما بين الاوبشن. فلو الرياكشن حصل على وقت هيطلع كميه كبيره جدا من الانرجي تحرق الخليه. تفحم الخليه. وعشان كده ومن ربنا علينا ربنا حط مهدئات. حط كذا كذا. الفرق في الانتريكال بوتنشال ما بين 1 ولاتج خطير بيطلع كميات غلط انرجي ما بين 1 وكيو خطير فكميات غلط انرجي ما بين كيو وداتا خطير فكميات غلط وهكذا وهكذا لغايه ما يبقى الفرق بين اربعه والاوبشن برضه صغير فيطلع كميه. يا جماعه فين؟ ده في الغلط اهو اهو على طول يعني طب لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت أقول لك إيه يا جماعة؟ 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 أنا كنت أقول لك إيه الكمية دي أضاف ليها فروض والبروتين في الجين وشغل الدنيا المكثفة اللي بتجيب بيها وتعمل. مش بس كده، مش بس كده، الموضوع أكتر من كده. أنت عارف ليه في كل كوبري في حاجة اسمها حاجة من ساوث فارتنتا؟ كوبريتوكا دي كام؟ سبعة. وتوكا دي كام؟ اثنين. وثري كان دي كام؟ 1 وأربعة كان دي كام؟ مجهول كان في مكان بتوع أدوس بالكهرباء. عارف وظيفتهم إيه؟ قال لك وظيفتهم إن الإلكترون بيتحرك عليهم. من ايرن لايرن كلها فرزه 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 اوبريشن ريدكشن وبيطلع كميه صغيره من الانرجي برضه عشان هات الانرجي ده حتى يا مؤمن الكفر اللي الكون الدور بيتحرك عليه كله كيف بلس كيف بريك كيف بلس كيف بريك عشان يطلع برضه كميه صغيره من الانرجي وفاينلي عشان ينتقل تو الكترون للاوبشن ويعملوا بقى ما يطلعوش كميه كبيره. يبقى عرفت محطات التهدئه دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان اقل كميه الانرجي اللي تطلع عشان تحس بايه؟ عرفت الايرن اللي سلفر تندر دول عرفت السؤال وزوف كور اللي بتضم السبوره كله ايه؟ وظيفتهم ان بيتحرك عليهم الفيديو وكل مره اوكسيشن ريدكشن اوكسيشن ريدكشن فالحته يطلع كميه صغيره من الانرجي ما تاثرش على الفكريه بس الكميه دي بضم فيها بروتون واعمل الكترو كيميكال بريزا ديفرنس البروتون دي هعزله في كل سبايك واشغل اف 1 اللي عامله زي دينامو واعمل اي تي. طيب انت في الامتحان يقول لك البروتون الالكترون او الهايدروجين بيعدي من اللور ريدكشن بوتنشال اللي اسمها نان اتش بروتكشن الى الهاي ريدكشن بوتنشال وهو الاوكسجين عشان اعرف. طيب هيقول لك مين المور الكترو نيجاتيف موليكيول في الدنيا ومين المور الكترو بوزيتيف موليكيول في الدنيا. انا عايز اعرف مين المور الكترو نيجاتيف ومين المور الكترو بوزيتيف. مين يجاوب ومين فين؟ مين الكترو نيجاتيف ومين الكترو بوزيتيف او اكتر من ده شويه اسهل عليك. لو عندي الناس اتش ناطقش وعندي الاتش مين فيهم الموست الكترو نيجاتيف؟ مين في الناس اتش ناطقش او الاتش هو الموست الكترو نيجاتيف مولكيول انيجاتيف الناس اتش ناطقش الناس اتش بلس اتش هي المور الكترونيجاتيف
molecule in this blood molecule. Blood molecule. The most electronegative energetic blood rate is the ليه لابسينها نازله؟ يعني الاضاءه بتيجي لفوق او لتحت مترابطه، ليه نازله؟ اللي بكتبها نازله لان النيتروجين بتاع الناس عامله بوم زياده. طب الناس دي هتشيل 2 هيدروجين، ركز معايا برضه. الناس هتشيل 2 هيدروجين، هتشيل ثلث هيدروجين، بص معايا ادي واحده هيدروجين على الكربون، يا دوب معاها دي. الناس دي النار ايه؟ هتشيل 2 هيدروجين، واحده على الكربون دي. كاربو نمبر 4 فيبقى الشكل كده بص بص دي كان فيها دبل بوند دي كانت سي اتش بس ادي دبل بوند وادي بوند كان سي اتش دلوقتي بقت سي اتش اتش كان في اتش بالكامل اتشال ماشي يبقى كده انا الكوهيدرين سي اتش منهم بالكامل اتشال على سيكون يبقى كمان ايه اتش انا الاتش الثانيه بقسمها بسيطه برودون والكترون الكترون يجي عن نيتروجين فيشيل الانذار الكترون يجي عن نيتروجين فيشيل الانذار والبرودون يمشي جنب النتج يبقى النتج عباره عن ايه؟ عباره عن ناس شايله اتش جامد وشايله الكترون بتاع اتش تاني والبرودون مش جزء نهائي البرودون ماشي جنبها في نفس اللحظه فالنتج دي عليها الكترون زي ده الكترون يبقى هي المور الكترون نيجاتيف مولكيول انا عارف ان هي رخمه دلوقتي ومكانها في الفايبر من الانسان في السنه بس انا برضه مش حاطه تحصل حاجه حاطه تفهم اقولها مره كمان اللي فاهمها اوكي بس انا عارف ان الموضوع غلط انا منتظرها في السنه والناس بكتبها ناس بلس ليه؟ لان اللايبرري بتاع الناس عامله اربعه بوت وهي المفروض تعمل ثلاثه فعاملة بوز زيادة وبكتبها نفسها. الناس دي بتشيل اثنين قبل دوبارة. واحدة اشتريت بالكامل بالكامل على سي 4. فالسي اتش دي بقت سي اتش 2. الاتش الثانية بقسمها نصين. الالكترون ازيد للنيتروجين فيضيع الضغط اللي عليها. والبرون بيمشي جنب الناتج. فبقى عندي ناس اتش فاضيه، الناس اتش دي فيها اتش جنبها والالكترون بتاع اتش ثانية. والبروتون ماشي جنبها وبالتالي الموست الكترو نيجاتيف مولكول في الاي تي دي هو الناس اتش بلس والموست الكترو بوزيتيف مولكول هو اتش اكتب علامه دي علامه على علامه اتش بلس وكتب الموست الكترو نيجاتيف مولكول الكلام ده بتتسهل الناس اتش بلس هو الموست الكترو نيجاتيف مولكول والاوبشن هو الموت الكترو بوست نوي ماشي كده والالكترون بتاعتي بنعرفها من الموت الكترو نيجاتيف الى الموت الكترو بوزيتيف ده لو كده انا كده ممكن اقول الكترو بتاعتي من اللو ريدكشن بوتنشال لو انا كده بلاش للهاي ريدكشن بوتنشال لو فممكن اقول الالكترون بتاعي من الالكترو نيجاتيف مولكيول اللي هو ده مش بس الى الالكترو بوزيتيف مولكيول اللي هو مين؟ الاوز. طيب وانا ماشي من النيجاتيف اتش بس توورد الاوز بيحصل ايه في الريدكشن بوتنشال؟ ايه
بيحصل ايه في الغدر والشر؟ يزيد. بس انت بتتحرك من اللون الاخضر اللي هو نجح للنهار الاخضر اللي هو نجح. فانا ماشي من ده ايه الروتيشن؟ الروتيشن الريدكشن بوتنشال يزيد. طيب وانا ماشي من ده ايه الروتيشن؟ للروتيشن يحصل ايه في الالكترو دي بقى دي في دي؟ دي والالكترو بروز دي في دي. لو النبي النبي عشان خاطري حط سهم كده ما بين ده ايه الروتيشن؟ ريدكشن بوتنشال انكريز. Reduction potential increase. Reduction potential increase. Electronegativity decrease. Electropositivity increase. If a reduction potential, my electropositivity ma va increase. And my electronegativity increase. انا بقول كلام ده ليه؟ بقول كلام ده عشان تفهمش يقول لك relatively الكومبلكس دي او الكومبوننت دي من اللو للهاي مثلا بريك يقول لك ايه؟ لا ايه؟ كومبلكس 3 كومبلكس 4 سايتوكروم دي 4 ان 5 كيو relatively الكلام ده من اللو للهاي ميتابوليزم قدر مين؟ قدر مين؟ ده ايه؟ وراهم المفروض واحد حضرتك واحد يبقى في كيو وراهم ثلاثة وراهم اثنين وراهم أربعة وراهم الأسس. يبقى أنت لازم تعرف إيه الاتجاه اللي فيه اللي ضغطه بتبدأ من فيه. قول لي اللي هو ده متغطين واقول لك رتب لي من المورس الكترونيكاتيك للمورس الكترونيكاتيك. فلازم اعرف يا جماعه ان في هذا الاتجاه اللابتر بوتنشال بيزيد والالكتروبوزيتيفيتي بيزيد والالكترونيكاتيفيتي بتقل. الحته الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء هتبقى الساعه 2 لربع 2 كده ان شاء الله هعيد تاني كل اللي فيه بس بسرعه شويه في الموضوع وبرضه هنعمل برضه بعض نقعد شويه مع بعض ونكملها مع بعض ونطلع على الاستديو ان شاء الله. دول بقى يلا هنكمل بقى كده 10 ساعات كده عشان الدكتور منصور بعد ما يخلص يوم الاربع ساعات كده يا جماعه هنجي على الحلاجه اللي كانت بتطلع ونطلع احنا كده ايه؟ لما الناس عندهم في التليفون انا مش فاهم اخد كل مره بس الناس عندها في التليفون